ضغوط سياسية تؤدي إلى إعلان مدير الوقف السني في مدينة سامراء التنحي عن منصبه بسبب التضييق عليه بعد مطالبته بالمدرسة الدينية والجامع الكبير في المدينة القديمة والتي على إثرها أحيل إلى لجنة تحقيقية. لقد اتخذت قرارا وأريدكم أن تساعدوني به، وهو التنحي عن أي منصب في مدينة سامراء بظروف قاهرة، فإنني أوجه رسالتي لرئيس الديوان بطلب الإعفاء الرسمي من مدير مديرية الوقف السني في مدينة سامراء ورجوعي إلى الدور الريادي والدعوي. أئمة وخطباء المدينة أعلنوا رفضهم لما جرى، مطالبين بإبعادة إدارة الوقف السني عن التجاذبات والصراعات السياسية ومحاولة طرف سياسي السيطرة عليه، فيما أكدوا أن مواقف الشيخ بكر كانت لسان حال المدينة التي تعرض لنكبات وأزمات متتالية. الشيخ بكر السامرائي أولا يتعرض لضغوطات بسبب موقفه اللي يطالب بعودة الأملاك، الوقف السني، الجامع الكبير، المدرسة العلمية، يتعرض لضغوط هائلة جدا جدا من قبل أطراف، يعني ما الله يكون بعونه، واحنا بالنسبه لنا وياه في السراء والضراء نستنكر هذا الضغوط اللي يمارسوها عليه. الوقف السني المفروض يعني هيئه مستقله، هاي تشريع ديني ما له شغله بالسياسه، يعني اللي نامل نتامل من معالي رئيس الوزراء والبرلمان والرئاسات الثلاثه والسياسيين والبرلمانيه ابناء سامر انه يبعدون الوقف السني من هالمناقب والمزايدات والمناقبات السياسيه. تخصيصات تقدر ب20 مليار دينار يبدو انها اغرت انفسا ضعيفه ومرشحي حزب متنفذ في سامراء بمحاولتها السيطره على الوقف، فتلك الأموال التي خصصت للوقف ربما تستغل كدعاية انتخابية وتذهب إلى جيوب الفاسدين.